الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. نستأنف حديثنا بحول الله جل وعلا في سياق بيان كتاب الله جل وعلا على قدر الطاقة والاستطاعة مما كنا فيه من سورة الرحمن. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما زلنا مع هذه الآيات وقد كنا معها، ولو بقي العبد سائر إلى الله جل وعلا حياته كلها يحقق مراتب هذه الآيات لما وصل إلى غايتها، نظرا لما يجمع من أمر الضبط للصلاح والإصلاح في مسيرة العبد إلى ربه جل وعلا وخالقه سبحانه وتعالى. لأن أمر الوزن وأمر الميزان وأمر القسط وأمر العدل وما شابه هذا وذاك كله من الأمور التي إليها المرجع النهائي لأعمال الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقد بوب الإمام البخاري في خواتم صحيحه ترجمة مفادها وأن أعمال بني آدم توزن، وأن أعمال بني آدم توزن، وذلك هو الميزان الذي أمرنا أن نؤمن به، بما هو أمر غيبي ينصب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا الذي هو آنئذ الحاكم الحق الواحد الأوحد سبحانه وتبارك وتعالى ذكره وثناؤه من رب عظيم كريم رحيم. الأمر الخطير في المسألة أن موازين الدنيا جميعها، الموازين الحسية والموازين المعنوية، موازين الحسية المادية بحال الميزان ديال التاجر الصغير والكبير والمسط الذي يزن الكيلوغرامات والذي يزن القناطير والذي يزن الأطنان، كل ذلك صنف واحد وهي الموازين المادية الحسية. ثم الموازين المعنوية وهي موازين الحقوق كميزان القاضي، القاضي ما عنده شيء ميزان ولكن عنده ميزان معنوي حينما يقضي بين الناس ويحق الحق أو ويبطل الباطل أو يخرم هذا أو ذاك، فذلك ميزانه. وكل الموازين من هذا القبيل هي موازين معنوية، إعطاء الحقوق لأصحابها ضرب من الوزن والميزان، وهضم حقوق الناس ضرب أيضا من الوزن والميزان، ذلك إيفاء وإقامة وأقيم الوزن وأقيم الوزن بالقسط، وهذا إخسار. يعني الأول الذي هو إعطاء الحقوق لأصحابها من باب الأمر بإقامة الوزن بالقسط، أما هضم حقوق الناس والتعدي على أملاكهم وأموالهم فهو من إخسار الميزان. ولا تخسر الميزان من تطفيف، ويل للمطففين. في الموازين قلت الأمر الخطير أن هذه الموازين جميعا الموازين الدنيوية الحسية المادية، موازين ديال القناطر والكيلوات والمكاييل العبراء وما شابه ذلك المكاييل، والموازين المعنوية التي توزن بها الحقوق.
هذه وتلك جميعا هي أيضا نفسها تخضع لميزان الله يوم القيامة. يعني إلا عندك الميزان كتوزن الناس غدا ربي سبحانه وتعالى يوزن لك الميزان ديالك. وميزان القاضي العقلي والتشريعي الذي يزن به الحقوق عدلا أو ظلما يعرض أيضا على ميزان الله يوم القيامة. كل الموازين الدنيوية تعرض على الموازين الأخروية، وتلك هي الموازين القسط، أي الموازين العادلة التي توضع بين يدي الله يوم القيامة لوزن أعمال بني آدم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذرة كما هو معروف يعني في الفيزياء المعاصرة هي يعني أصغر مادة أو جرم مادي في الكون بما هو ضئيل ضئيل لا يرى بالعين الباصرة ولا يدرك إلا بالمكبرات المجهرية ملايين المرات لتدرك الذرة ما هي. فهذه الذرة، هذه النقطة التي لا تستطيع العين المجرد أن تدركها، الله جل وعلا يأتي بها يوم القيامة من عملك وعملي، نسأل الله العفو والعافية ليجعلها في الميزان. فذرات الخير، ولا يقول قناطر الخير وحسب، لا، ذرات أقل القليل يوضع في كفة، وذرات الشر والعياذ بالله وما فوقها توضع في كفة، بما في ذلك موازيننا التي نزن بها حقوق الناس في الدنيا ونحاكم بها أيضا أقوال الناس وأعمالهم في الدنيا. هذه الموازين جميعا تعرض على ميزان الله يوم القيامة، وكل شيء من هذه الموازين يرفع الآن إلى الله جل وعلا كل يوم وكل ليلة، يرفع السماء رفعها ووضع الميزان وربط بين وضع الميزان ورفع السماء، لأن الله سبحانه يشهد من علو سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، يشهد أعمال بني آدم وتصرفاتهم جميعا، والملائكة يشهدون ويكتبون لا يفرطون في شيء، دق أو جل، كبر أو صغر. الذي يدرك هذه الحقيقة، حقيقة الوزن والميزان، يعلم إذن أن الدنيا مهما كان فيها من موازين ومهما كان فيها من مكاين فإنها إذن معروضة على حساب يوم القيامة. ذلك العرض كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينجو منه أحد إلا بعفو الله ورحمته، كما بينا قبل في الحديث النبوي الصحيح، لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، عليه الصلاة والسلام من نبي كريم شريف. من ها هنا إذن نجد أن الله جل وعلا كما هو في ظاهر هذا الخطاب القرآني العجيب قد بنى الكون كله على العدل وعلى الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني كما بينت قبل في المجالس السابقة أن الكون كله بميزان، الشمس والقمر بحسبان، كل شيء بميزان دقيق لا اختلال في خلق الله، لا اختلال في خلق الله، السماء بنظام والأفلاك بنظام والأرض بنظام، كل ذلك بحسبان بنظام دقيق محسوب لا يختل أبدا.
لأنه بني على موازين، وكل شيء بميزان. خلق الإنسان في بدنه بموازين، لو جزأت عناصر هذا البدن الذي هو بدني وبدنك لوجدته بمقادير معينة من كل المعادن، من معدن الحديد والنحاس وهذا وذاك وهلم جرا، خليط عجيب من الأتربة التي خلق الله جل وعلا منها الإنسان، لكنها موازين مقدرة لا يستطيعها إلا الخالق سبحانه جل وعلا، لا شيء يزيد ولا شيء ينقص، ولو نقص أو زاد لكان ذلك معناه أن الجسم مريض أو عليل. مادة مهما دقت في الجسم البشري كتنقص أو كتزيد معناه أنك مريض. لا يتمالك الجسم إذا اختمت موازينه من معادنه ومن مركباته ومكوناته. هذا مثال واحد فقط الذي يقوم به الأطباء اليوم ومحللو عناصر الجسم من تحليل الدم وما شابه ذلك، يعني ينظرون إلى المقادير من هذه المادة وتلك الطبيعية. ما معنى الطبيعية؟ أي الخلقية، أي المقادير التي جعلها الله ليكون الجسم متوازنا. فكما الجسم الأكوان جميعا على ميزان، السماء رفعها ووضع الميزان. فبما أن الكون جميعا على ميزان الله، وجب أيضا عليك أيها الإنسان أن تصرف حياتك على ميزان الله. وما ميزان الله الذي وجب أن نشتغل به ونزل به الحقائق من أمور التصرفات والأعمال؟ إنما هو الشريعة، الدين. ما معنى الحلال والحرام، الواجب والمندوب والمكروه والمطلوب؟ طلب أمر وإيجاب أو طلب حظر وسلب، هذا ميزان. بيان الطيبات وبيان الخبائث كل ذلك موازين. فمن حاكم أعماله إليها فهو يشتغل بميزان الله ويقيم الوزن بالقسط، ومن خالفها فعلا أو تركا فهو لا يقيم الوزن بالقسط، يخسر الميزان، يخسر الميزان ويبخس نفسه حقها ويظلم نفسه، لأنه أخسر الميزان الذي وضعه الله جل وعلا. فلا ينبغي أن يفهم الميزان فقط هو الميزان الذي يصيبه التجار في الأسواق، ذلك بعض المعنى وليس كل المعنى. فمعنى هذا وذاك إذن أن الميزان الذي اختل يؤدي إلى خراب الشيء وفساده. لو اختل ميزان الأفلاك اصطدمت بعضها ببعض ولو وقعت القيامة، ولو اختل ميزان المعادن والمكونات البيولوجية في جسم الإنسان لاختل جسم الإنسان، ولكان معنى ذلك أنه عليل علة مريض. وما من شيء يختل ميزانه إلا ويتهاوى ويسقط. كل جسم دائما حينما يختل ميزانه يسقط الإنسان على الأرض، لا يستطيع أن يقف ولا أن يتمالك واقفا. وحينما يختل ميزان الاعتدال في سير الدراجة أو السيارة أو أي شيء من المتحركات المادية في هذا العصر، حينما يختل ميزانها فإنها إذن تتهاوى وتسقط، أو تحدث لها حادثة سير لا قدر الله. فكل ذلك موازين. هذا المعنى الحسي إنما نسوقه لبيان أن الإنسان إذا اختل ميزانه في سلوكه تنهار حياته، وأن الجماعات البشرية دولا كانت أو حضارات حينما يختل ميزانها وتجور ظلم فإنها أيضا تتهاوى وتسقط.
وغير واحد من أهل التاريخ المؤرخين للحضارات يذكرون هذه الحقيقة أن الأمم مما باد وانقرض من العهود القديمة فيما قبل الميلاد إلى يوم الناس هذا، حينما تطغى وتجور وتتجبر ويختل ميزانها زمنا، فإن معنى ذلك أنه قد آن إبان انهيارها وسقوطها. الظلم والظلمات، ظلمات في الدنيا وفي الآخرة، ولا يؤدي بصاحبه إلا إلى الهلاك. كثير من الشباب ومن الكهول ومن أهل الأموال والأعمال يشتكي اختلاط حياته باضطراب برنامجي. فهم بنادم يجي عندي بايخ، خلط ليه ليل ونهار، لا يجد راحته، متعب، منهار، أعصابه متمزقة، مع أنه ما خصوش المال، بل المال عنده وفير، ما خصوش صحة، صحته في عافية وسلامة، لا شيء، ولكن اختل ميزان حياته التعبدية، ميزان دياله مع الله تعالى مختل، فيختل كل أمره وتضطرب كل ملفاته. والله سبحانه وتعالى أعطانا محطات وعلامات لمحاكمة أعمالنا وتصرفاتنا اليومية على ميزانه صلاحا أو فسادا، وهذه العلامات التي هي كألسنة الموازين، ذاك الميزان ديال الميزان يعني المادي الحسي أو الإلكتروني ما يهمك، هي كألسنة الموازين كتعطيك يعني مؤشر في ميل الكفاء أم على وسط واعتدال وقسط. هذه الألسنة، ألسنة الموازين الدينية تدرون ما هي؟ هي مواقيت الصلوات. من اضطربت حياته فليراجع نفسه في مواقيت الصلوات، يجد أنه قد تداخلت عليه المواقيت فاختلت الموازين، فيؤدي ذلك حتما إلى اختلال حياته جميعا. وهذا أمر مشاهد يوميا خاصة عند أصحاب الأموال، لأنه ما مساليش الوقت، ما مساليش هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فيشتغل بماله في وقت الله مش في الوقت دياله، أتيح له وجب عليه أن يشتغل بأمواله في وقته، أما أوقات الله فيجب أن تحفظ لله. فإذا أخسر الميزان ولم يقم الموازين بالقسط، اشتغل في غير الوقت الجائز، عاقبه الله في الدنيا عقوبة، عقوبة دنيوية مازال الآخرة، عاقبه الله في الدنيا عقوبة بأن يخلط عليه أوراقه ومن فاته ويجعله يعيش في نصب وتعب وشقاء، كيبقى عيش في المحنة. ورأينا من بعض ذلك نماذج مقصرنا منهم، شوف شي بنادم والعياذ بالله عيش واحد يعني شدة من أمره، ما مرتاح بالليل، ما مرتاح بالنهار، تليفونات على اليمين وعن الشمال، يعني شقاء، لا يجد وقت لأن يجلس حتى لجمالياته الدنيوية، ما يقدر يتغدى حتى خاطره ويحس بالبنة ديال الماكلة، رغم أنه يغرق في الملايير تعسل لها من أموال إذا لم تفيده في دينه ودنياه، فالدنيا ما متعش بها. وهذا من أكبر الجهل بموازين الله. ولذلك كم من شخص يظن أنه يملك المال والمال يملكه، ويظن أنه يدير التجارة والتجارة تديره، كيجيب له قالوا زعما راه هو يعني رجل أعمال وكيسير الفلوس، هما الفلوس مسيرينه، هو كيتبان له راه هو يعني مدير ديال مؤسسة أو تجارة أو شركة، وهو عبارة عن مسمار في آلة. ما وظيفة المسمار في آلة؟ يدور بدوران الآلة. كذلك حال كثير من الناس ممن يظنون أنهم يملكون وهم مملوكون لأموالهم وأعمالهم، أرادوا أن يكونوا أسيادا فجعلهم الله عبيدا،
بسبب المرائيس أخسروا الميزان. ما كان تكلمش على حقوق الناس هنا في هذا السياق وهي داخلة، وإنما نتحدث عن حقوق الله. ولذلك ما أحب إلي أو ما أحب إلي من عنوان كتاب الحارث بن أسد المحاسبي رحمة الله عليه الرعاية لحقوق الله. يعني مسلمين عجيب عندهم ذوق لطيف جدا. الإنسان الغربي الأوروبي بجذوره اليونانية القديمة أول ما فكر في الحقوق فكر في حقوق الإنسان حقوقا واغتصابا أيضا، هذا معروف تاريخا الفكر والفلسفة ديال النصارى وما قبل النصارى اللي كانوا في المرحلة الوثنية. نتحدثون اليوم في العصور المتأخرة عن حقوق الإنسان، لأنهم ماذا يريدون؟ مش يبغوا زعما الإنسان يعطيه حقه، لا أبدا، هذا ما يجيش من باب، يريدون تأليه الإنسان، يردوه إله. هذه حقيقة فكرهم ومواجدهم وفلسفتهم. ولذلك علمهم كله ما بدايته في أساطيرهم أن العلم والمعرفة اختطفها واغتصبها إنسان من إله المعرفة كما يزعمون. هذه الخلفية النفسية التي تحكم تفكير الإنسان الغربي، فعمد إلى بين قوسين إلى اغتيال الإله بمفهومه سبحان ربنا وتعالى عما يصفون. والمسلمين حينما كتبوا في أول كتاباتهم كتبوا الرعاية لحقوق الله قبل ما يفكروا بنادم، فكروا في الله سبحانه وتعالى، مش الرعاية لحقوق الإنسان، لا، وهو كتاب من ألطف الكتب في مجال السلوك والتربية. حارث بن أسد المحاسبي رحمة الله عليه عاش في القرن الثالث الهجري. الرعاية لحقوق الله، الميزان، الميزان يعطي لكل ذي حق حقه، وحق الله مقدم على كل الحقوق وفي جميع المجالات، ولا حق لأحد قبل حقوق الله. حق الله أولا وقبل كل شيء، لأن الله هو المالك سبحانه وتعالى لكل شيء، هو الخالق لكل شيء، وهو على كل شيء وكيل. إذا كان الأب من حقه أن يملك لابن وما ملك، كما في الحديث أنت ومالك لأبيك، أبوك من حقه أنه يعني يديك رزقك كامل، أنت ومالك لأبيك. هذا على مستوى العلاقات البشرية والأبوة، فما بالك بخالق الأب والابن معا جل وعلا الذي يملك الأب وأبناءه. فذلك لا ملك للإنسان ولا ملك له، الملك والملك إنما هو لله الواحد القهار، كما هو واضح في الآيات التي نقرأها لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فحينما يخسر الإنسان الميزان بهذا المعنى الشمولي العظيم، يخلط الله عليه حياته ويجعله يدخل في تيه من الظلمات لا ينجو منها إلا بعودته إلى الله آئبا تائبا. وحينما تطغى حضارة بشرية أو مجموعة بشرية، كانت دولة أو أمة أو جماعة أو حزبا ما كان، حينما تطغى وتصير إلى درجة من الطغيان تكاد تدعي فيه الألوهية أو تدعيها، يقسمها الله جل وعلا ويورث حضارتها أو وجودها لخلف يكون أحسن وأقسط وأعدل. هذا ميزان، وهذه سنة من سنن الله في التاريخ، كما فعل بفرعون وكما فعل بعاد وبثمون، ولم يزل سبحانه وتعالى يفعل كذلك بالأمم والأفراد والجماعات إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وحينما ترى الظالم فردا كان أو جماعة أو دولة
قد وصل إلى درجة من طغيان الدعاء فيه أو فيها لنوع من أنواع الألوهية قولا أو عملا وسلوكا، فاعلم أن إبان هلاكه قد آن. ولذلك فرعون كما أمثل مرارا حينما قال أنا ربكم الأعلى أهلكه الله، فرعنا قبله كثير وما ادعى أحد منهم هذه الدعوة التي ادعاها فرعون موسى، فرعون ديال سيدنا موسى إضافة، وهذا يحصل له. ومن طاغية تدعي الألوهية بأساليبها وبأقوالها فذلك علامة قاطعة على إبان أو على قرب إبان احتضارها ونهايتها. كذلك سنة الله جل وعلا في التاريخ كانت ولا تزال. وهذا الأمر هذا كما هو في الدول لكن في الشخص الواحد حينما يطغى شخص ويتجبر ويصل إلى درجة من هذا النوع من الطغيان أن لا تطغوا في الميزان فيطغى في الميزان ويغصب الحقوق ولا يجد أحد ملجأ من المستضعفين يعني والمظلومين، لا يجد ملجأ يلتجئ إليه شاكيا إلا رب العالمين، فاعلم أن الله عز وجل ينتقم آنئذ لعباده المستضعفين ولخلص المؤمنين. فإخسار الموازين هو من الخطورة بمكان في الفرد وفي الجماعة بكل معنى الجماعة، خذ جماعة صغيرة كبيرة أمة دولة مجموعة بشرية أي شيء، حينما تضطرب موازينها فتلك علامة على تمزقها وهلاكها وتشتتها وذهاب ريحها، وأن أجيالا أخرى أو دولا أخرى أو أمما أخرى ستخلفها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، العباد الصالحون. ما الصلاح؟ إقامة الموازين، إقامة الموازين بالقسط، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وما تفهموش بمعنى المادي الاقتصادي وحسب، هذا جزء. إقامة الموازين بالمعنى الشامل، والله عز وجل ما قيد هذه المطلقات ووضع الميزان، الميزان العام الشامل، ألا أي حتى لا أن لا من أجل لا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط، العدل المثالي، ما تديروا شيء شعره. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولذلك قلت في بداية الكلام أن هذه الآيات من أعظم الحقائق القرآنية ومن أدق السنن الإلهية في الفرد والجماعة وفي سلوكنا الفردي آحادا، كل واحد في نفسه يعني آحادا، لابد للمؤمن وهو يسلك إلى مولاه في عبادته أن يعرض أعماله يوميا على الميزان، وهو ما سماه أرباب السلوك منذ القديم بالمحاسبة استنباطا من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. المحاسبة، ما المحاسبة؟ ما معنى المحاسبة؟ أن تحاسب نفسك، أي أنك تنظر إلى صلاحها وفسادها فيما أصابت وفيما أخطأت، ولكن بناء على مرجع بما يتبين أنها أخطأت وأنها أصابت. إذن عندنا مرجع نرجع إليه وهو الميزان. الميزان يجب على المؤمن أن ينصبه لنفسه قبل أن ينصب له. ولذلك في الآثر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ننصبه لأنفسنا قبل أن ينصب لنا،
فإذا نصرته لنفسك تبينت أول ما تتبين المواقيت. ومن أجمل الألفاظ والاصطلاحات التي خلفها أهل التربية قديما من علماء الإسلام مفهوم الوقت، وقد سبق لنا بيان فيه في دروس منازل الإيمان. المواقيت هي ألسنة الموازين كما بينت قبل قليل. والوقت إنما يطلق في الأصل الاصطلاحي على اللحظة التي يصفو فيها القلب للاتصال بالله جل وعلا. ولذلك تجد في تراجم الزهاد والعباد من الصالحين حاشا المبتدع من الصالحين يقال فلان له أوقات، فلان صاحب أوقات، لأن الوقت هنا إنما هي أو هو اللحظة التي يخلو فيها العبد بربه، أي كانت له خلوات للعبادة والذكر، وكانت له لحظات للاتصال بالله جل وعلا مناجيا ومبتهلا، فتلك الأوقات حقا وما سواها عندهم هدر وضياع. الوقت الحقيقي هو الوقت اللي مر في طاعة الله جل وعلا بأي صورة كانت، الطاعة صلاة كانت أو تسبيحا أو صياما أو سيرا ومشيا إلى المسجد أو انهماكا في التجارة أو الإدارة على قصد التعبد لله جل وعلا، فكل ذلك أوقات. فطوبى لمن كان وقته وقتا، وليس كل الناس أوقاته أوقات. هذه هي الموازين، تنظر إلى أوقاتك من اللحظة التي تستيقظ فيها إلى اللحظة التي تنام فيها، وقتا وقتا، لحظة لحظة، ساعة ساعة، كيف مرت هذه وكيف كانت تلك. أربطن بالمواقيت الكبرى التي هي أوقات الله جل وعلا، وهي الصلوات التي جعلها الله مواقيت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوت هي الموازين التي لا موازين قبلها، وكل الموازين إنما تأتي بعدها. فالمسلم حينما يفكر في الوقت بما هو عبادة أول اليوم فجرا أو قبيل الفجر، ويرتب يومه كله من أعماله الدنيوية ومواعيده ولقاءاته وجميع ملفاته على مواقيت الصلوات، يكون أمره أقرب إلى القسط وأقرب إلى العدل، مستجيبا لأمر الله جل وعلا وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان. وقد كان المسلمون حينما كانوا على أجلى ما يكون الدين والإسلام والإيمان حقيقة، كان كل عملهم على هذا الميزان، مواعيدهم على مواعيد الصلوات، عقودهم التجارية والأعمال والإدارات وأمور الحرب والسلم جميعا جميعا على مواقيت الصلوات. ترجع الكتب طبقات الرجال، شيء لطيف يعني حقيقة، يعني كتب ممتعة. كتاب الحلية لأبي نعيم الأصفهاني رحمه الله ورضي عنه، وما شابه هذا وذاك، وكل الكتب التي كتبها الإمام الذهبي في الطبقات، طبقات الحفاظ وما شابه هذا وذاك، كل ذلك تجد أشياء عجيبة حقيقة، سير أعلام النبلاء، أنك تجد كل العلماء، كل العلماء وكل أهل الفضل والصلاح كيف كانوا يعيشون، تجد ذلك من خلال التراجم سير ديال الناس حياة ديالهم، أنه
كل أمره كان مرتبطا بهذه الأمور، يفعل كذا وكذا قبل الفجر ويفعل كذا وكذا بعد الظهر، هكذا. ماشي معناته أنه الساعة ما كانت، معروف أن الساعة المسلمون هم أول من صنعها وصدرت بعد ذلك إلى أوروبا وطورتها أوروبا، فكانت أنهم سوير وما زالت جدران هذا المسجد فيه ساعات شمسية وأشكال أخرى كثيرة من هذا الأمر، ولكن مع ذلك ما عوضوا مواقيت الله بغيرها، خلوا الساعة ديال رب العالمين اللي خدام بها خدموا حياتهم، فكل مواقيتهم هكذا. وقبل أيام قرأت مقتطفات من سيرة الإمام الطبري الفقيه المفسر المقري أبو جعفر الطبري المشهور، ذكرت مثالا إذن قبل قليل، وهو الإمام الطبري رحمه الله، فوجدت يعني طرف صغير فقط أن أوقاته جميعا كانت مرتبة على مواقيت الصلوات، وأعطي يعني جزءا من ذلك لأن الأمر يطول، فكان مثلا هو علي يقرأ لنفسه ويصنف للناس وللأجيال ويعلم ويتاجر ويخلو بربه للعبادة المناسبة، كل شيء كيدير خصو باش يكسب يعني التجارة دياله، خصو باش يعني يكتب لأنه كان كاتب يكتب كتب معروف تاريخ وتفسير له كتب في هذا الأمر، وفي الفقه أيضا كان له كتاب ضاع، ويدرس في مسجد علوم الشريعة لطلاب المسلمين، وأوقات عودي عبد الله سبحانه وتعالى يخلو بها إلى الله عز وجل ويخلو بها إلى ربه، فكان له وقت واحد تقريبا يصنف فيه وبارك الله له فيه، ولكن يوميا من الظهر إلى العصر فقط، من الظهر إلى العصر للتصنيف الكتابة، ومن العصر إلى المغرب للتدريس، من العصر إلى المغرب يجلس إلى أهل العلم يقرئ ويعلم، كان هو صاحب قراءات القراءات القرآنية، كان مقرئ يعلم الناس قراءات القرآن الكريم ويفسر القرآن أيضا، ولأوقات أخرى بعد ذلك ليفسر أو لربه لليل وليفسر للصباح، وبهذا الترتيب على مواقيت الصلوات بارك الله له في علمه وفي كتبه وفي تعليمه والمتزل منذ ذلك التاريخ، الأجيال تسير بعلمه وكتبه ومصنفاته إلى يوم الناس، هذا هو عاش في القرن الثالث الهجري إلى بداية الرابع 310، توفي سنة 310 هجرية، فحينما يرتب الإنسان أعماله على مواقيت الصلاة يبارك له فيها، وحينما يخرقها أي يخرق المواقيت تمحق بركة عمله وتسحق، وفي الحديث الصحيح بورك لأمتي في بكورها، الإنسان حين يبكر مع صلاة الفجر ويصلي صلاة الفجر ثم ينطلق إلى عمله يبارك الله له في عمله بما ارتب من العمل على صلاة الفجر، وهكذا ذواليك. الله جل وعلا وضع الميزان، رفع السماء ووضع الميزان، السماء رفعها ووضع الميزان، فتصنيف وترتيب الأعمال والحياة على موازين الله يجعل فيها بركة ونظاما عجيبا، وهذا من نفسي أحكيه حينما اضطرب أموري أراجع نفسي في مواقيت العبادة وترتيبها من حقوق الله، أعيد مراجعتها فتترتب الحياة وتتيسر الأمور، يعني كيكون مؤشر من درسك دايخ من دايخ عقله عرض لعن شي حاجة مخصرة
في الأوقات ديالكم مع الله تعالى، بدءا بالصلوات وانتهاء بالأمور الأخرى. أما إذا وصلت إلى حد إتيان المحرمات هذاك الميزان ماشي راه غيعوج، راه تهرس، نسأل الله العافية. فينبغي إذن أن تعيد بناء الميزان وانصبه من جديد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الراشدين.